يمكن الأفكار لا تتوقف أبدا تحديدا عند المصريين، لأن معروف أن المصري دايما بيكون مبدع ودايما بيفكر بره الصندوق. في مهندس مصري عنده هواية، الهواية دي هي فن مجسمات الورق أو ما يعرف باسم الأورجامي. قدر أن هو يحول الفن الأسيوي للمجسمات المصنوعة من الأورجامي بتقنية ثلاثية الأبعاد علشان يصنع أشكال تراثية مصرية تحديدا. إيه هي الحكاية؟ تعالوا نتعرف عليها من خلال هذا التقرير. مجسمات دقيقة الصنع مليئة بالتفاصيل. يستهدف المهندس ياسر كمال صاحب مبادرة تمصير فن الأوريغامي تصنيع أشكال تراثية مصرية عن طريق فن طي الورق الأوريغامي، وذلك بعد أن أصبحت هواية التصميم بالمجسمات من الورق تشغل تفكيره وتستحوذ على وقت طويل من يومه. منذ الرابع من عمر المهندس ياسر كمال تعلق بفن الورق من خلال تجسيد الرسومات الأولية مثل المراكب الشراعية والمسدسات الورقية، حتى تولد داخله شغف خاص بلمس أنامله للأوراق وصنع الماكتات وعمل أشكال الكرتون، واستخدم القص واللزق وتصنيع مجسمات منها، بالإضافة إلى رسم خامات كثيرة من ألوان الزيت والفحم من أجل الخروج عن النمطية المعتادة، خاصة وأن الخامات المستخدمة متوافرة ومنخفضة التكاليف. رحلة جديدة في حياته حاول فيها المهندس ياسر كمال البحث عن فن طي الورق أو الأوريغامي على الإنترنت بالمواقع العربية والأجنبية، ليتحول الشغف إلى عشق بهذا الفن الأسيوي المنتشر بالصين واليابان، وكذلك للمجسمات المصنوعة من الأوريغامي بتقنية ثلاثية الأبعاد، ومحاولة تخطي الأشكال المتعارف عليها إلى صنع أشكال تراثية مصرية وإضافة أشكال وتجسيد رسومات تتناسب مع الثقافة والهوية المصرية مثل فانوس رمضان والمراكب ذات الشراعات النيلية وغيرها. طموح دائم يراود صاحب مبادرة تمصير فن الأوريغامي، حيث يطمح في نشر فن الأوريغامي بكافة ربوع مصر، حتى لا يقتصر دوره على صنع الأشكال التي تنال إعجاب الآخرين فقط، بل يقوم بتنفيذ حلمه من خلال قيامه بعقد العديد من ورش تعليم الأوريغامي للأطفال بالنوادي والمكتبات العامة والمؤسسات التعليمية، خاصة وأنه فن يمكن تعليمه من عمر 5 سنوات ولا يحتاج إلى أي تكلفة كغيره من الفنون، فقط أوراق وبعض الأدوات المتعارف عليها مثل المقص والقطر وأنبوبة اللاصق والطباعة والألوان.